راح بحضراتكم مره كمان. وزي ما انا اتكلمت في بدايه الحلقه عندنا كلام كتير جدا اكيد عن الاهلي واكيد عن الكره العالميه، واسمحوا لي عن الكره المصريه واكيد منتخب الشباب، ملفات مختلفه هنفتحها مع ضيفنا العزيز جدا كريم فضل الناقد الرياضي. كريم منجور عليك، صباح الهنا. صباح الفل عليكي وعلى كل الاهلاويه وعلى كل الساده اللي بيتابعوك. انت حالك زي حالي النهارده، احنا جايين يعني الواحد هيقول ايه، خلاص اللي حصل حصل، نبص للي بعد كده، بس احنا عندنا حزن. على كل حال قبل ما نبدا كلامنا اللي هنفتح وهنتكلم بمنتهى الشفافيه، لازم نتكلم بمنتهى الشفافيه طبعا في الفقره دي، هنروح بس سريعا لدلوقتي زميلتنا العزيزه سالا حامد ونتابع اهم الاخبار الخاصه بالنادي الاهلي زي ما احنا متعودين من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا بونجور عليكي، صباح الفل والهنا، وانقلي لنا اخر الاخبار الخاصه طبعا بالنادي الاهلي بالرياضات كمان المختلفه، ولو تدينا نبذه كمان عن وضع النادي دلوقتي وتوافد الاعضاء. اتفضلي يا سالا. صباح الخير، طبعا برحب بيك يا نهاوند، واكيد برحب بضيفك الاستاذ كريم فضل الناقد الرياضي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يا نهاوند، يعني حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اقول لكم كل الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. وخليني سريعا قبل ما اتكلم عن جميع الفرق النادي الاهلي الرياضيه اقول لك يعني يا نهاوند الاجواء هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، يمكن طبعا يعني الجو ويعني درجه الحراره النهارده تعتبر جيده يعني عن الايام الماضيه، وده يمكن ده سبب انه بتتواجد يعني عدد كبير من اعضاء النادي الاهلي داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، وكمان يعني مع مرور الوقت بيزيد وبيزداد يعني اعداد اعضاء النادي الاهلي بالاخص كبار السن اللي دايما بيحبوا او متعودين ان هم يجوا ويستمتعوا بالاجواء في الفتره الصباحيه داخل مقر النادي، وكمان عشان يمارسوا بعض الرياضه سواء في ملعب مختار تيتش طبعا قبل تمرين الفريق الاول لكره القدم، او بعض التدريبات في صالات الجيم، او طبعا اللي بيجي عشان يعني يعمل علاج طبيعي او يمارس يعني اي رياضه يحافظ طبعا على لياقته البدنيه، فده بيكون اكتر بالنسبه لكبار السن. خليني بقى اروح لجميع الالعاب الاخرى، وطبعا قبل ما ابتدي بالالعاب الاخرى خليني اتكلم شويه عن الفريق الاول لكره القدم، ويمكن بعد يعني مباراه امبارح يا نهوان امام ميلودي سان داونز واللي انتهت بالتعادل للفرقتين بنتيجه 2-2 بدون راحه، مستر مارسيل كولر يعني قرر انه الفريق يواصل النهارده التدريبات بشكل طبيعي. التدريب النهارده ان شاء الله هيكون الساعه 12 على ملعب مختار التتش استعدادا للمباراة القادمة إن شاء الله، واللي هتكون أمام نادي الداخلية في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وهتكون يوم الثلاث المقبل الساعة 7 على استاد الأهلي والسلام. فالنهاردة إن شاء الله الفريق هيواصل تدريباته بشكل طبيعي، وبكرة كمان، وبعد كده بكرة هيدخل في معسكر مغلق استعدادا لمباراة الداخلية يوم الثلاث. ده بالنسبة للفريق الأول لكرة القدم. خليني بقى أروح سريعا للألعاب الأخرى، وخليني أبارك لكل جماهير النادي الأهلي بعد يعني فوز فريق الماسترز أو فريق الكرة الطايرة إمبارح في آخر جولة وآخر مباراة في دور المجموعات امام فريق الوكره القطري، واللي انتهت بفوز يعني الماسترز بثلاث اشواط مقابل شوط كده. يعني فريق الماسترز يا نهاوند طبعا يعني ضمن التاهل لمرحله دور الثمانيه، والنهارده ان شاء الله يعني هيتم تحديد مين الفريق اللي هيلعبه في مرحله دور الثمانيه من بطوله العربيه. كمان خليني اقول لكم ان الاداره او اداره يعني الاتحاد المصري للكره الطايره يعني اعلن امبارح عن انه في خلال الشهر مارس القادم ان شاء الله نادي الاهلي عنده مباراتين يعني في غايه الاهميه، سواء في بطوله الدوري او بطوله كاس مصر. في بطولة الدوري النادي الأهلي هيواجه نادي الطيران يوم 10 ويوم 11 من شهر مارس القادم، وده هيكون في النصف النهائي من بطولة الدوري العام للكرة الطايرة. كمان يوم 17 مارس هيكون مباراته مع نادي الترسانة، وده هيكون في دور الثمانية من بطولة كأس مصر. كمان سيدات أو فتيات اللي ذهب لكرة الطايرة امبارح كان عندهم مباراة مهمة مع نادي الزهور وفازوا فيها بثلاث أشواط مقابل لا شيء، والنهاردة هيكونوا في راحة سلبية من التدريبات، وبكرة هيرجعوا للتمرين الساعة 5 على ملعب أو صالة الشهداء داخل مقر النادي استعدادا للمباراة القادمة إن شاء الله، واللي هتكون أمام نادي وادي دجلة في بطولة الدوري أو المرحلة اللي قبل النهائي من بطولة الدوري العام للكرة الطايرة. كمان لحد دلوقتي يعني الفريق كرة السلة طبعا تحت قيادة مستر أوجست إيبوش بيواصلوا التدريبات بشكل طبيعي، ولكن يعني حاليا هم في توقف دولي بسبب طبعا مشاركة منتخبنا في تصفيات كأس العالم لكرة السلة. ويعني طبعا خليني أقول لكم وأبارك طبعا لكل جماهير المصرية بعد تأهل منتخبنا لبطولة كأس العالم بعد فوز على تونس بنتيجة 71-67، وطبعا تألق يعني كمان لاعبتنا لاعبة النادي الأهلي مع منتخبنا يا يعني نهاوند زي إيهاب أمين، عمرو الجندي، عمر طارق، وكمان سيف سمير، يعني الكل الصراحه يعني ادى اداء جيد مع منتخبنا الوطني بالاخص ايهاب امين، واللي لحد دلوقتي يعتبر يعني اعلى اللعيبه تسجيلا للنقاط في جميع المباريات في التصفيات برصيد 151 نقطه،
يمكن تفصله بس نقطة وحيدة، إيهاب أمين يعني عن النجم منتخب جنوب السودان نوني أموت. يمكن طبعا الفريق أو المنتخب يعني جنوب السودان النهاردة إن شاء الله كمان هيكون معنا، أو دي هتكون آخر يعني مباراة بالنسبة لمنتخبنا مع جنوب السودان في تصفيات كأس العالم، وهتكون النهاردة إن شاء الله الساعة 7، ولكن هي تعتبر يعني مباراة يعني طبعا مهمة بالنسبة لمنتخبنا، ولكن النتيجة مش هتأثر على تأهل منتخبنا لبطولة كأس العالم لكرة السلة. كمان سيدات النهارده كرة السلة عندهم مباراة، أو عفوا عندهم النهارده تمرين على صالة الشهداء، عشان بكرة إن شاء الله عندهم مباراة في الدور الثمانية من بطولة كأس مصر، وهتكون أمام نادي مصر التأمين، ودي أول مباراة بعد التوقف الدولي أيضا بالنسبة لمنتخبنا اللي كان مشارك يعني في تصفيات بطولة أفريقيا أو بطولة الأفرو باسكت. كمان النهارده ان شاء الله هنا هواند هيكون في مباراه 2003 في كره القدم في قطاع الناشئين، وهتتلعب يعني المباراه دي على ملاعب مدينه نصر، وهتكون ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. وكمان امبارح يعني مواليد 2006 في كره اليد فازوا على نادي الزمالك بنتيجه 37-31. دي كانت هنا هواند، كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكي لو في اي سؤال، والان عوده مره اخرى للاستوديو. طبعا الكلمه ليك هنا هواند، اتفضلي. أنا هشكرك يا سالة على التغطية الأكثر من رائعة عادة، يعني أشكرك جدا جدا. كريم، نخش بقى في الموضوع، وأنا هبدأ بسؤال عام، مش هقول لك بقى ماتش سان داونز شفته إزاي والدوري إزاي، أنا هقول لك شفت أمس إزاي. أنا كان وصفي لإمبارح كان يوم حزين على الكرة المصرية بكل المقاييس، وليس فقط حديثي عن النادي الأهلي أو منتخب الشباب، أيضا عن الزمالك، أيضا عن الكرة بشكل عام، وعلى المستوى اللي لا يليق بجماهير يعني المنتخب المصري والأندية المصرية، جماهير مصر. هو إيه المستوى اللي احنا فيه ده؟ سببه إيه؟ خصوصا أن أنت، أو خاصة أنت بتتكلم أن اتحاد الكرة كان الفترة اللي فاتت بيحاول يجد حلول سواء على المستوى التحكيمي أو قطاع الناشئين أو وهكذا، وحاول أن هو يطور، وده كان الحديث الدائر، فليه ده غير مرئي على الأرض؟ خليني أأكد على كلامك وأقول أنه هو فعلا كان يوم حزين على الكرة المصرية بسبب من النتائج اللي حصلت سواء لمنتخب الشباب أو للقطبين الكبيرين في الكرة زي ما بيطلق عليهم، الأهلي والزمالك. ولكن هاخد برضو من كلامك جزء مهم جدا، احنا بنقول كلام بقالنا كتير قوي، فين التنفيذ على ارض الواقع؟ يعني انت اخر مره كنت في كاس عالم للشباب او للناشئين امتى؟ من فتره طويله جدا طبعا. الانديه اذا استثنينا النادي الاهلي، مين بينافس ومين بيقدر انه بيوصل للمحطات الاخيره في البطولات القاريه؟ مفيش. فاذا في مشكله كبيره، المشكله الكبيره دي لازم لها حلول، لازم من النهارده من بعد خروج منتخب الشباب وقبله منتخب الناشئين، لازم اشوف بكره انا عاوز ايه. الكره في مصر اصبحت استثمار وبزنس. الولد اللي ما بيقدرش يدفع ما بيلعبش. طب لو موهوب ومعهوش مش هيكون له مكان. فطبيعي. طب بتتكلم على مستوى كل قطاعات الناشئين ولا بتتكلم أنا بتكلم عن ايه؟ على الكره المصريه اصلا. الكره المصريه لو حضرتك سألتي في أي نادي بداية من الدرجة الرابعة لحد أندية الدوري الممتاز هتلاقي كلامي ده وأحاسب عليه. يمكن كلامك كان مشابه لكابتن إسلام شكري، كان معانا على التليفون من شوية، تحدث كابتن إسلام. كابتن إسلام بالفعل اتكلم في الموضوع ده، وكابتن إسلام شغال بره مصر وشغال بشكل كويس جدا، وبرضه أنا مندهش إن في كوادر زي كابتن إسلام وغيرهم لا يتم الاستفادة بالظبط. في المقابل في مدربين بيتم تعيينهم بالمجاملة، وفي مدربين بيتم تعيينهم بدون دراسة وبدون علم، مجرد ان هو اسم او مقرب من سين او صاد في الاتحاد بيتم تعيينه. طب انا عندي سؤال يا كريم ليك، لان النقطة اللي انت بتتكلم فيها دي على فكرة عارف ما بقتش حاجة مستخبية، الواحد بيقولها باستحياء، دي بقت معروفة للكل. خلاص. يعني خلاص اللي هو الموضوع بجد على المكشوف، فلما يبقى الموضوع على المكشوف وبهذا الشكل الفج، وعلى الصعيد الثاني انا مش لاقي اي حاجه بتحصل ولا محاسبه، طب كده بقى الخلل فين بقى؟ يعني الخلل عند مين بالظبط؟ عند اللي بيطبق القانون ولا اللي بيحط القانون ولا اللي المفروض ان هو ينفذ القانون؟ يعني الخلل عند هو ولا عندنا احنا ولا لا ايه؟ هو اكيد مش عندنا احنا، اكيد عند اللي بيحط القوانين وبيطبقها. يعني اللي بيحاسب لما توصل ليك مشكله ان في ازمه كبيره تسببت في كوارث اداريه. ومفيش حد بيتحاسب. مين يعني مين هينتظر نجاح من حاجه زي دي؟ مفيش. مشكله يعني واضحه جدا، هي الموضوع اداريا وفنيا في مشاكل. يعني انت لو عندك مشاكل فنيه
هتقدر يعني هتقدر تتجاوزها بتدريبات بثقافة بتثقيف بدراسة، ولكن انت عندك مشكلة إدارية ومشكلة فنية. انا بتكلم على المنتخبات. طب احنا الخسارة اللي حصلت لمنتخب الشباب، انا لما اجي احط عنوان للخسارة هقول كوادر غير مؤهلة ولا هقول مجلس إدارة غير جيد؟ لا، هحط عنوان فضيحة. 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 اما تكون البطولة على ارضي وسط جمهوري اللي هو اصلا ما راحش، واخسر الثلاث مباريات ولا يعني انا ما سجلتش ولا هدف، انا ما استطعتش ان انا اسجل هدف، انا اتعادلت سلبي وخسرت في اتنين يعني يعني يعتبر ما كسبتش. وبعدين انا ازاي ما اقدرش اكسب موزمبيق على الاقل؟ يعني انا لو تعادل سلبي كان يعني غريب، انا لو برضه كسبت موزمبيق كان ممكن يبقى عندي امل ان انا اصعد احسن توالد، ودي في حد ذاتها كارثه. يعني انا بعمل معسكرات بقالي قد ايه؟ بقالي فتره طويله جدا. ما هي دي النقطه بقى، لما تيجي تتكلم كده كمنتخب شباب مثلا اقول انا حدي عذر لو ما كانش في معسكرات كافيه، لو ما كانش في تجهيز جيد، لو ما كانش في توفير لامكانيات مثلا كافيه للعيبه وغيره، لكن كل ده كان متوافر يعني مفروض، وفي الاخر يطلع النتيجه دي. طب ايه؟ هل يعني اديني عقلك. يعني انا هقول لحضرتك على حاجه صغيره خالص بخصوص منتخب جامبيا. منتخب جامبيا اللي هو اوريدي صعد لانه حقق انتصارين، عنده اتنين لعيبه بيلعبوا في دوري الدرجه الثانيه في جامبيا، يعني مش هقول ان هم محترفين، في منهم لاعب يعني هارون انجي ده لاعب اساسي في المنتخب وبيلعب اساسي في فرقته، بيلعب درجه ثانيه في دولته اللي هي اصلا لو مشيتي في الشارع كده بره المتخصصين في كره القدم هتقولي له جامبيا، هيقول لك مين دي؟ ما يعرفها. ولكن شوفي المنتخب بتاعهم عامل ازاي. شوفي حتى على ذكر التقرير، يعني منتخب جنوب السودان اللي هو حديث العهد بالرياضه ومش بكره القدم فقط قدر انه يحقق انتصار وعنده فرصه. في المقابل مصر بتاريخها بحضارتها بعراقتها بلاعبيها بنجومها بمجالس اداره اتحادها ما قدرتش تسجل هدف. فهي طبيعي جدا ان انا اقول فضيحه. وفضيحة وحاجة مؤلمة للشباب للجيل ده، لأن خلاص الجيل ده هيتلغي، يعني ما فيش بطولات تانية هيقدر إن هو يشارك خلاص فيها. مفيش. أنت عملت إكس على كل المواهب اللي ممكن كانت تبقى موجودة، وفرصتها أنا ما أعرفش هيبقى في فرص تانية ولا لأ، بس أنت خلاص يعني خلاص الأمل يعني في المنتخب ده. لا، ما حتى أنا بقول لحضرتك مش بصدر سلبية، ولكن إحنا بنقول واقع. لا، ده أنا بتكلم عن المنتخب الأولمبي كمان، يعني المنتخب الأولمبي برضه داخل يعني مباراة زامبيا، لو قدر يتخطاها إحنا مش هنقدر نكمل في بطولة افريقيا اللي في المغرب، قياسا على قوه وحجم المنتخبات اللي انت هتلعبها. صحيح صحيح. طيب كريم اسمح لنا هنروح فاصل سريع جدا ونرجع عشان لسه حديثنا مستمر، احنا لسه ما فتحناش اي ملفات، عندنا ملفات كتيره جدا وعايزه اركز على الاهلي، هنتكلم عن سان داونز وفيما هو قادم كمان، ولو في برضو بعض التعليقات اللي انت حابب او الكواليس انت حابب، انا عارفه دايما انت بيبقى عندك كده يعني اخبار مختلفه. هنروح فاصل ونرجع نكمل مع ضيفنا العزيز، خليكم معنا. حديثنا مستمر مع الناقد الرياضي كريم فضل، وتكلمنا في البداية عن يعني الكرة المصرية واليوم الحزين ومنتخب الشباب. يعني خلينا نكمل، لأن لو وقفنا عند النقطة دي مش هنخلص، إن في كلام كتير جدا لازم يتقال، وأكيد الحلول مش عندنا، يعني أكيد الحلول مش عندنا ومش في الفقرة دي. يعني موضوع كبير جدا، بس خليني أروح معاك كمان للملف الآخر والأهلي وسان داونز. يمكن برضو النتيجة ليست كانت الأفضل أبدا، وليست يعني متوقعة إلى حد كبير برضو من الأهلي. بتشوف التعثر ده برضو كان سببه إيه؟ هو له أسباب. خلينا بس نتفق إن الأهلي عنده مشكلة دايما بعد البطولات المجمعة الكبرى، يعني بيحصل دروب كده في النتائج والأداء. بس في أول مباراة بتبقى يعني كده. للأسف استمرت معنا مباراتين في دوري الأبطال بالتحديد، إذا استثنينا يعني مباراة أسوان في الدوري المحلي. في لاعبين مجهدين بشكل كبير، يعني انت كل يومين عندك ماتش بالظبط، فالروتيشن يعني لازم يكون افضل من كده، بلس ان التشكيل ما كانش احسن حاجه من وجهه نظري ومن وجهه نظر بعض او معظم المحللين. يعني كان الكل شاف اداء النادي الاهلي امام اسوان والنتيجه في الشوط الاول بالتحديد والتفوق بثلاثيه، كان الكل بيتمنى ان التشكيل يستمر وبالتحديد في الشق الهجومي او الجزء الهجومي. الكل اندهش ان ازاي مثلا لاعب زي محمود كهربا متالق ومسجل هدف كويس جدا وساهم في فوز النادي الاهلي يكون بره التشكيل. علي معلول واضح جدا انه مجهد بشكل كبير. طريقه اللعب نفسها كان في انا ليا كان تحفظ ان انا كنت شايف انه لازم كان يستمر في طريقه اللعب 4 3 3 وانه يامن بشكل قوي امام فريق بيلعب كره سهله جدا. يعني سان داونز كل شاف التمريرات والخروج بالكره الثالث
من المناطق الخلفيه للاماميه، فكان اولى بمستر كولر انه يلعب بطريقه لعب مختلفه، وده كان السبب الرئيسي ان الاهلي ارهق بشكل كبير لمده 55 دقيقه بيجري ورا الكوره، بالتالي عمل مجهود مضاعف لما تاخر في النتيجه علشان يتعادل وعلشان يتقدم مره تانية. الاهلي بدا سيء وفنش للاسف سيء، بس الشوط الثاني اوله كان كويس انا شايفه، برضو الشناوي تالق الى حد كبير، الجماهير كان لها دور كبير جدا في الشوط الثاني، برضو فكره روح المعنويه انا كنت شايفه ده بصراحه. وحتى بعد نهايه المباراه الكل شاف وسمع وهم بيهتفوا وبيطالبوا اللعيبه تروح لهم وبيشجعوهم بالظبط، لان الاهلي دايما عودنا على ده، الاهلي عود جمهوره انه ما عندوش مستحيل، يعني حتى بعد التعادل والخساره في المباراه الاولى وحصد نقطه واحده فقط، لكن لسه الفرصه قدامنا كبيره، الاهلي عنده فرصه، عنده 12 نقطه لو قدر يحققهم بشكل كامل هيتاهل، لو قدر يحقق 10 نقاط ممكن يتاهل برضو بنسبه كبيره، بس هنخش في حسابات وانتظار للنتائج الفرق الاخرى زي الهلال. انا بتفق معاك، ولسه عندنا الهلال وسان داونز والقطن الكاميرون ذهابا وايابا يعني بالزبط. فلسه المشوار طويل. طب انا هتكلم معاك شويه عن كولر، امبارح البعض شاف ان كولر لا يعني دار المباراه بشكل جيد، البعض الاخر قال لك كان في بعض التغييرات اللي كان عليها علامات استفهام ربما هي السبب في التاخر اللي حصل، بتشوف الراي ده ولا الراي ده صح؟ لا الراي الثاني، هي الحقيقه انه فعلا كان في بعض اللاعبين، هو اي مدير فني بيحط التشكيل بتاعه بينتظر افضل اداء من لاعبيه، في بعض اللاعبين كان ما كانوش في حالتهم الطبيعيه او في مستواهم، بالتالي حصل دروب، الدروب ده اثر علينا بشكل سلبي واستقبلنا هدف من جمله اعتقد انها يعني بتتكرر بشكل كبير. الاهلي عنده نقطه سلبيه لازم ينتبه اليها، انه تم تسجيل 11 هدف في مرماه خلال 4 مباريات، وده رقم كبير جدا. كلنا شفنا الشناوي بيستعيد يعني رغم التعادل ودخول مرمى هدفين، لكن الشناوي بالفعل كان سبب رئيسي ان الاهلي ما خسرش امبارح وقدم مباراه صح قويه جدا. مروان عطيه يعني ما حسسش حد انه لسه وافد جديد، لا بالعكس ده كانه بقاله 4 أو 5 مواسم مع النادي الاهلي وقدم مباراه قويه جدا جدا صحيح. جدا. حسين الشحات مستمر في الاداء التصاعدي له. النقاط دي تقدر ترتكن عليها لو اللاعبين الاخرين استعادوا مستواهم، بالتالي تقدر تكسب اي حد سواء في ملعبه او خارج ملعبه. الاهلي ال4 مواسم الاخيره حصل له مشاكل في بدايات دوري المجموعات، وفي النهايه قدر ان هو يصعد ويحقق البطوله مرتين ويوصل الفاينل النسخه اللي فاتت، وكلنا شفنا اللي فيها. فانا لسه شايف ان الاهلي عنده امل كبير جدا انه يتاهل. طبعا طبعا لا لا اكيد، وبرده في حاجه بتبقى يعني مش هقول ضربة حظ سيء أو حلو، بس هي بتبقى برضو في حاجات قدر قدري. يعني أنا عايز أقول لك برضو ودي معروفة مثلا عن محمد هاني تحديدا، تيجي تتكلم أو تشوف بعض التدريبات ودي بشهادة ناس كتيرة جدا وزملاء لينا، يقول لك إحنا بنتفرج على التدريبات المختلفة للنادي الأهلي، محمد هاني ما بيضيعش ضربة جزاء ما بيضيعش، بس حصل إن هو ضيع ضربة جزاء، فيعني بتحصل حاجات زي كده بتبقى يعني قدريه خلينا نقولها بهذا الشكل. ما انا ما اقدرش احمل محمد هاني طبعًا. نتيجه التعادل طبعًا. بسبب ركله الجزاء، هي بالتاكيد كانت هتاثر في النتيجه، خصوصا ان طبعا احنا إن كنا النتيجة في حاجه ما ليها، وبالتحديد ان الاهلي سجل بعد اهدار الركله ب8 دقائق فقط، يعني كان يعني ده يؤكد ان الاهلي برضو كان مركز، يؤكد ان الاهلي الشوط الثاني كان مختلف تماما عن الشوط الاولاني، والكل اكد ده، يعني احنا كنا نتمنى ان الاهلي يلعب المباراه كامله زي ما لعبها الشوط الثاني بالظبط. طيب بص يعني هنتنقل كده بين الدوريات المختلفة، أنا عايزة أروح سريعا للدوري السعودي، والموضوع ده عامل شوية اختلاف في الآراء، وأنا اتكلمت على الموضوع ده في الانترو بتاعي لما كنت بتكلم عن النصر والهلال وتصدر النصر حاليا والهاتريك والسوبر هاتريك لكريستيانو رونالدو، لأن بعض يقول لك على فكرة كل ده عادي ولا يفرق في تاريخ كريستيانو رونالدو، انت برضو بتتكلم في دوري مختلف تماما، تنافسية الفنيات مختلفة تماما، فيعني ده كان متوقع حتى من لاعب أقل فنيا من كريستيانو رونالدو. البعض التاني يقول لك لا فيش حاجة اسمها كده، برضو الدوري السعودي من الدوريات أو الكرة السعودية دلوقتي بقى أصبح عندهم يعني باع كبير جدا، وبقوا يعني من الأفضل كمان عربيا في الفترة الأخيرة، في شغل في تطوير كبير حصل، فلا ده وين وين سيتويشن، أو هنا الجانب السعودي والجانب برضو بتاع كريستيانو الاتنين مستفيدين من ده بالزبط. فبتشوف ده ولا ده؟ لا طبعا انا متفق معاكي جدا ان الدوري السعودي مش من اقوى، لا هو بالفعل اقوى دوري عربي على الساحه حاليا.
بقوه الانديه وحجم اللاعبين اللي فيها والجماهيريه اللي الشديده للانديه المتنافسه، يعني سواء الهلال او النصر او حتى الشباب واتحاد جده، وفي انتظار صعود وتاهل نادي اهلي جده مره اخرى. كريستيانو بيقدم الطبيعي والعادي بتاعه، يعني كريستيانو في الدوري الانجليزي، في الدوري الاسباني، في الدوري الايطالي هو نجم، هو ستار او ميجا ستار، فبالتالي هيروح اي دوري في العالم هياخد نفس الزخم والهاله بتاعته. ما كانش متوقع قوي ان هو هيقدم الاداء ده وهاتريك سوبر هاتريك مع مثلا دوري اوروبي، يعني ما اعتقدش ان هو كان بنفس المستوى، خصوصا ان هو مع مانشستر يونايتد الفتره الاخيره ما كانش بيأدي ابدا. بس عشان وجود خلافات، مش عشان يعني هل علاقه مع تان هيج وغيره الضغوطات هي اللي اثرت على طبعا الاداء بتاع كريستيانو؟ طبعا، يعني كريستيانو رونالدو بحجم النجوميه الشديده بتاعته، يعني هو كان افضل من بعض اللاعبين اللي كانت بتلعب في مانشستر يونايتد وكانت بتلعب على حسابه وبيقعد لها احتياطي. في المقابل هو كان فعلا كان في مشاكل اثرت عليه بشكل سلبي كبير جدا، ولكن كريستيانو يبقى كريستيانو بالحاله اللي ممكن يعملها في اي مكان في العالم. طب لو روح دوري الابطال وليفربول وريال مدريد، بتشوف ازاي برضو سريعا تعليقك على المباراه؟ لا، هو مستوى ليفربول يعني ما يبشرش سيء جدا، مش مفهوم، يعني الفريق على المستوى المحلي اخر 8 مباريات جايب 8 نقاط فقط، يعني 2 فوز و2 تعادل وبيخسر من برايتون، بيخسر من برينفورد، نتائج سلبيه جدا جدا. يعني هو شد حلو ماتشين وبعد كده رجع تاني بالظبط امام نيوكاسل وايفرتون، ولكن يعني امام الريال الوضع مختلف، يعني ده ريال مدريد. يورجن كلوب اخطا بعد التقدم بهدفين انه ما قدرش يامن بشكل كويس، وكمان توقيت الهدف الاول لفينيسيوس جونيور كان مثالي بصراحه، يعني في الدقيقه 21 بيرجع الريال للمباراه بشكل كبير، ولكن لا، ليفر كمستوى داون، يعني نزل جدا جدا جدا. يعني كريم، انا عندي خبر مش احلى حاجه للاسف الشديد، النهارده الفقرات قللوها لان عندنا توقيع النادي الاهلي طبعا هيوقع عقد شراكه مع شركه شيل الساعه 12 تحديدا، فكل الفقرات اتشال منها 10 دقائق للاسف الشديد، فقرتك والفقره اللي جايه انا بعتذر لك بصفه شخصيه، لكن هتكون معانا ان شاء الله الاسبوع الجاي لو ظروفك تسمح، ننسقها مع الاعداء. بالعكس، انا مبسوط جدا ان انا كنت ضيفك وضيف قناه النادي الاهلي، ووجودي لمجرد دقيقه ده شرف ليا. ربنا يخليك يا كريم، نورتنا بجد واستفدنا اكيد. هنروح فاصل سريع جدا وهنرجع علشان نكمل مع حضراتكم فقرتنا الاخيره، خليكم معانا.